ترى مو بس اللي يم المنبر، المجتمع كله حتى العباس يم عاد يسمون بالطارمة، جينا نعترف احنا بفضائله وكراماته القديمة والحديثة والاستمرارية وإلى الأبد. ففي كل عام نأتي بشيء بلون جديد من فضائل أبي الفضل العباس عليه السلام، ولكل سنة لون. شرعت عباس المطل شرعت لا تصرف الساعة عندي، أنا أشر لكم، ليش تصرفون هذا؟ شرعت عباس المطل شرعت شرعت عباس المطل شرعت كل عصر كل دور تاريخ منظور كل عصر كل دور تاريخ منصور ويا لومية سطرته نقدية شارات عباس ويهم طاطا ويهم ويهم هذا أهل بيت شارات عباس الباطا شارات كل عصر كل دور تاريخ منصور كل عصر كل دور تاريخ منصور ويا لومية سطرته نقدي شرعت عباس البطل شرعت شرعت عباس البطل شرعت كل عصر كل دور تاريخ منصور كل عصر كل دور تاريخ منصور ويا لوم يا سطر هلبيت نقدية شارات عباس البطل شارات شارات عباس البطل شارات العصر كل دور تاريخ منصور كل عصر كل دور هلا بيوم تاريخ منصور ويا لومية سطرته نقدي بس هالمرة ها هاي الوحدة شارات عباس البطل شارات اللي ما يجاوب ولا ويون يجي ياخذ الارتياح شارات عباس البطل شارات شارات عباس البطل شارات كل عصر كل دور تاريخ منصور كل عصر كل دور تاريخ منصور ويا لوم يا سطرته نقدي تاريخ منصور
وعياله. مثل ما كان بحياته، مثل ما كان بحياته، القوم ما تقدر تقارب. مثل ما كان بحياته، القوم ما تقدر تقارب. سايت ونسي فجرعة أمر كاسات وايب. أمسيفة ورايا واليوم قبر شارات ومناقب. بحضرته حل المشاكل بسمة تسهيل المصاعب. كذب ما واحد براسه يحلف، وحتى النواصب لو حصل واحد من بعض هاي الناس. عايز تجارب خلي يجرب لا بأس، شعنده مشاكل يعتني للعباس. من حضرته يطلع ومرفوع الراس، كم معجزة وآية لحضرته ونبراس. بيها اعترف كل عبقري وكل براس، بيها اعترف كل عبقري وكل حساس. شفناها وسمعناها وقرأناها. هذا تمهيد اول بيتها. شفناها وسمعناها وقريناها، من ذيك الادوار ولليوم الى انوار. من ذيك الادوار ولليوم الى انوار. عباس حي يبحاضر او ماضية عارات عبا شلبا عارات شارات عبا شلبا كل عصرك هلبي وياهم تاريخ ما كل عصرك يردو تاريخ منصور. ويا لومية سطرتنا الى الشيخ عبد الحسين ابو شبر. مثل ما كان بحياته. من رخصتك ابي فاضل الشيخ عبد الحميد رحم الله الشيخ كريم رحمة الله. مثل احنا مباشر نلحقه هو قدامنا الساشير معذب إنا واحنا ضيوف وانسان. مثل ما كان بحياته القوم ما تقدر تجارب. سايته ومن سيفه جرعة عمر جاسات وايب. امس سيفه ورايه واليوم قبر شارات ومناقب. بحضرته حل المشاكل بسمة تسهيل المصاعب. كذب ما واحد براسه يحلف، وحتى النواصب لو حصل واحد من بعض هاي الناس. عايز تجارب خلي يجرب لا بس، شعنده مشاكل يعتني للعباس. من حضرته يطلع ومرفوع الراس، كم معجزة وآية لحضرته ونبراس. بيها اعترف كل عبقري وكل حساس. شفناها وسمعناها وقريناها، من ذيك الادوار ولليوم الى انوار. عباس حي بحاضر او ماضي شارات عباس البحر شارات عباس
كل دار تاريخ منصور كل عصر كل دار تاريخ منصور ويا دم يصر والتجي بعض المناقب والاخبار اللي تروي عنها ترتبك من الافكار اش راحت تصور بظنها. اسمع سمعت بام الجنين اللي حجى القصة ببطنها والجنين شلون يحجي معجزة والعجب منها لو ان ما عباس يطفي نار هالحلقة فتنة شابقت نار المذابح واجل هذا زمن. هالمشكلة وصلت لعذراع الجود وانحلت بحضرته وللقصة جود وشلون يحجي ويا الذي مو مولود خمدة الفتنة وجعل للحق حدود اخوة العشاير صارت براحي الزود لو غيرك حاط الحاطب فوق النار لو غيرك حاط الحاطب فوق النار بحجة الإصلاح يهليك للأرواح بحجة الإصلاح يهليك للأرواح يعلق هاوي ضمر روحه بلي في زوية هارات عبا سير باطر كل عصر كل دار تاريخ منصور كل عصر كل دار تاريخ منصور ويا لومية سطريته نقدية والتجيل بعض المناقب والاخبار اللي تروي عنها ترتبك منها الافكار اش راحت تصور بظن سمعت بام الجنين اللي حجى القصة ببطنها والجنين شلون يحجي معجزة والعجب منها لو ان ما عباس يطفي نار هالحلقة فتنة شابقت نار المذابح واجل هذا زمنها هالمشكلة وصلت لعذراع الزود وانحلت بحضرته وللقصة شهود وشلون يحجي ويا الذي مو مولود خمدة الفتنة وجعل للحق حدود اخوة العشاير صارت براحي الزود لو غيرك حاط الحاطب فوق النار لو غيرك حاط الحاطب فوق النار بحجة الإصلاح يهلك للأرواح يعلق هاوي ضم روحه بالف زوية غارات عبا شارات كل عصر كل دار تاريخ منصور كل عصر كل دار تاريخ منصور ويا لومية صاري
جيتنا لو ان ما القصة تنحل كان حلقتها العشائر. حقيقة قبيلتين كانت القصة معروفة، وود ان اوضح بعضا منها. ان هناك نفوس ضعيفة وتريد ان تلقي الفتنة فيما بين المسلمين، سيما العقائد العشائرية والتقاليد العربية الصحيحة في العراق. كان رجل من العراقيين احدى العشائر مناسب او صهر الى عشيرة اخرى بسبب ما، ولكن يريد ان يلقي الفتن كيف، ويطمس حقوق اولئك ويوصم تلك العشيرة. فكان زوجا لنسائه، نساء تلك العشيرة، فبانت صارت ضيقة خلق فيما بينهما. فبانت الامرأة عن زوجها وأراد أن ينتقم من الإمرأة والعشيرة، رجع، لكن عن طريق خفية رجع. قلت له ما أخليك ترجع إلا أن تعطيني عهد. من تردين؟ قلت له أريد أبي الفضل العباس. قال له أدش أبو الفضل العباس. هناك لما صار الحمل أنكر، هيصير ذبحة يذبحوها ثم كذا. فقالت أنا الشاهد عندي شاهد. فحصرت الحادثة من أبي الفضل العباس. لو ان ما القصة تنحل كان حلقتها العشاير، ما تفض بسنة وسنتين صير غارات ومجازر، مؤتمر نصبه وبذاك الدور والتفكير حاير. استجوبه وام الجنين وحجت باللي كان صاير، وزوجها الشرعي سببها استجوبه ولن ناكر. قالت هجا زوجي لشرع غراني، من بعد هجرانه الي وهجراني، ما وافقت ادري بيلن يبلاني، ما وافقت ادري بيلن يبلاني، من طلبت اعظم كفيل انطاني، عباس ابو فاضل وما ينساني، اخذوه وخذوني الكفيل العباس، اخذوه وخذوني الكفيل العباس، ابن ابو الحاملات صاحب الشارات، حي وفلامات يكشي في الغادرات، حرة وعفيفة او كل ذنب ما بيا عراتها سنة وسنتين صير غارات ومجازر، مؤتمر نصبه وبذاك الدار والتفكير حاير. استجوبه وام الجنين وحجت باللي كان صاير، وزوجها الشرعي سببه استجوبه ولن ناكر. قالت اجي زوجي شرع غراني، من بعد هجرانه الي وهجراني، ما وافقت ادري بيلن يبلاني، من طلبت اعظم كفيل انطاني، عباس ابو واضل وما ينساني، اخذوه واخذوني الكفيل العباس، اخذوه واخذوني الكفيل العباس، ابن ابو الحملات
صاحب الشهرات حي وفلامات يكشف الغدرات حرة وحذيفة وكل ذهني ما بيا أراد كل دور تاريخ منصور ويا لأمية أعطيته شكثر راح تروح ناس من العشائر والقبائل شكثر راح تروح ناس من والقبائل مشكلة وتريد حلها قبال حلال المشاكل تقدمت ام الجنين لحضرتها والدمع حامل هلهلت ام الجنين وبجت الناس الهلال نادتها انت الكفيل وهذا يومك يا ابو فاضل نادتها انت الكفيل وهذا يومك يا ابو فاضل والناس بالحضرة بقت محتارة شنو الهلاهل والدمع يتجارى وجرت الحرمة لزوجها من كتارة شبات شبل الوصي حامي جارة تلجلج وانكر ظل مصر بنكارة بينت من عباس عادل شارة حاج الجنين ببطن ام جهارة صاح الجنين بضد ابوه وبحارة وعباس للمنكر سلب افكارة بسطرة ورفس والشافتة زوار من اللي يطيش على حايطب سطرة عباس من اللي طش على حايطب سطرة عباس وبياني لشينيار شافته الزوار وردت لي لقطار وتنظم بي لأشعار وتحدي بشرف عباس وبطارية صلاة عباس هلا شارع عاصرك تاريخ منصور وياله مية احنا عندنا قاعدة ليلة القاسم عليه السلام تحدث بعض الاشياء اللي عند القصيدة تحرك لان الهلاهل في اوقات كما يقول هجمل السرور هجي علي شيء فأبكاني كما كذا فالهلاهل في بعض الأوقات هلولة صغيرة للفجعة في زفاف القاسم وهنا هم توجد بعض العبارة شكذر راح تروح ناس من العشائر والقبائل مشكلة وتريد حلها قبال حلال المشاكل قدمت ام الجنين لحضرته والدمع حامل هلهلت ام الجنين وبجت الناس الهلال نادتها انت الكفيل وهذا يومك يا ابو فاضل والناس بالحضرة بقت محتارة شنه الهلاهل والدمع يتجارة وجرت الحرمة زوجها من اكتار شباج شبل الوصي وحامي جارة تلجلج وانكر ظل مصر بنكارة
بينت من عباس عادل شارة حاش الجنين بمطل عم جهارة صاح الجنين بضد ابوه بحارة وعباس للمنكر سلم افكاره بسطره ورفس ونشافته زوارة من اللي طش على الحايط بسطرة عباس وبياني لشينيا وشافت الزوار وردت ميلا قطار تنظيم بيلا شعار وتحدي بشرف وعباس وبطاري سيل بطل شارات تاريخ مسجلة كثيرة معاجز زمان الأتراك والوهابيين وغيره وما شاكل ذلك وأخر يأتي وقتها إن شاء الله. وبعد خلت ذكر القوم بيوم هجموا على الحضرة رادوا يجحلوها ديوان من بعد تهديم قبرة ويا ما وصلوا لحد الباب لنا شلون سطره شعر ما ينبت عليها حيل ويا العده غدره شافوا الذيك السلسله فوق الباب تروح وترد صارت عليهم مشهاب حرقتهم وكل واحد بقلبه نصاب شردتهم العباس لليوم تهاب ولبسهم من العار عباس ذياب دقوا القهوة وينتمون الوهاب ورادوا حاضرته تصير دياوة نشيوخ رادوا حاضرته تصير ديواني شو ولبسهم العار وحرقهم بنار عن ذولا الاشرار تاريخي نشد يقول وهابية شارته تاريخ عصر كل عصر كل دور تاريخ عصر ويا الأمية سطريته ناقد وبعد خلت ذكر القوم بيوم اجمعوا على الحضرة رادوا يجحلوا ديوان من بعد تهديم قبرة ويا ما وصلوا لحد الباب لنا شلون صدره شعر ما ينبت عليها حيل ويا لحدها غدره شافوا لذيج السلسله فوق الباب تروح وترد صارت عليهم مشهاب حرقتهم وكل واحد بقلبه نصاب شردتهم العباس لليوم تهاب دقوا القهوة لينتمون الوهاب ولبسهم من العار عباس ثياب راداوي الحاضر تصيد وانا راداوي
تصير دياواني شيوخ ولما سهومي العار وحرقهومي بنار عنده ليلة شغى تاريخي نجدة يقول وهابي شيل بطل شهل بيضاته وصور كل دور تاريخ منصور كل عصور كل دور تاريخ منصور وعيال ومية سطري سمعت ابن وادم بذاك الجان يتبع الزاير هاي خصوص اهل كربلاء اذا عدهم اشياء من هذا القبيل ارجو ان يعطوها لنا ولمن يخصه ليبثها هنا الخرقس سيما الخدمة الفضلاء والسدنة لهذه اشياء لان هذه كان براس ظهور سمعت الوادم بذاك الجان يتبع الزاير بحضرة العباس والعباس بالشدات حاضر وسرق من عنده نقوده وانتهك حرمة الحاير شاف روحا شال وحده وشافته كل الوضع والنقود بهيده والناس تصيح حيل ويا هالغادر يسألونه شبيك ولما ما يتكلم مخرس لسانه وجامد بجسم الدم كل غادر وسارق بعد خل يعلم من شارة العباس ابد ما يسلم كم واحد بواحد ملك وتزحم طاغوت كانوا بالرقاب وتحكم وتحارش بعباس لن تحطم قصرا دفن وعليه قصر تهدم وذاك الذي بالحضر صارت معصام بعار وفضيحة وبالمخاجن رسم وحجايته ما تنحكي ومفضوحة وحجايته ما تنحكي ومفضوحة شفنا شي كثر ناس شارات عباس شفنا هشكيثر ناس شارات عباس شفنا هشكيثر ناس يمكن يشربون جقايل شارات عباس ابطال كانت وصباحة ما هي شارات سمعت الوادم بذاك الجال يتبع الزاير بحضرة العباس والعباس بالشدات حاضر سرق من عنده نقوده وانتهك حرمة الحاير شاف روحا شال وحده وشافته كل النواضر والنقود بهيده والناس تصيح حيله ويا الغادر يسهلوش بيك ولن ما يتكلم مخرس لسانه وجامد بجسم الدم كل غادر وسارق بعد خل يعلم من شارة العباس ابد ما يسلم كم واحد بواحد ملك وتزعم طاغوت كانوا بالرقاب تحكم
وتحارش بعباس لا تحطم بقصر اندفن وعليه قصرة هندم وذاك الذي بالحضرة سارق محصم بعير وفضيحة وبالمخازي توسم وحجايته ما تنحجة ومفضوحة شفنا شكثور ناس كامات عباس ابطال كانت وصباحت ما هي شارة الدور تاريخ منصور ويا الأمية ما فيت نفدية يسامح العباس مرة وثاني مرة ما يسامح يكون يبطش باليضر الناس ويذب بفضايح لو ان كل واحد ويقصد لو ان كل واحد بقصد الخير للعباس رايح لا تظن ما يقضي امره يكون منه يرد رابح من بدال ما يسرق نقود الزوار خل يطلب من الله ورسوله المختار ويجعل ابو فاضل وصيته ولو صار يتيسر امره ولا يظل بي محتار والسرقه ما بيها شرف خزي وعار هذا حرام وتعرفه صغار كبار استسوى له لما ينفضح بالحضره استشوى ليلة من نشالها وصيهم من نشالها ترى ينفضحون استشوى ليلة من ينفضح بالحضرة خلي يطلب الجود من صاحب الجود ولا يرتكب أعمال شيطانية يذكر التاريخ واحنا نقتبس من عند عبرة كم ملك من آل أمية ومن بني العباس ذكرة وحين للعباس يضمر قلبه يهدم لعد قبره ينكسح تاجه وعرشه وفوق راسه يطيح قصره مرت الادوار وعبر نحصيها كل واحد بنيته الذي ينويها ان كان يحفر بير يوقع بيها اعمى القلوب يحفرها ويرد ليها بسطرات ابو فاضل تيدربه سطرات ابو فاضلي ضي يعد اربه واهم التفكير ينسى يا التقدير بيده حفر بير لن وقع وتصير قبره يا الشرير وسيف الظلم بينذب حراحيه شارات كل عصرك
بكيه الدور تاريخ عنصور كل عصر كل دور تاريخ منصور ويا لومة يا سطريته يذكر التاريخ واحنا يلي انا بالسنة ليلة قد سنت الاتية من يشوفنا قلنا ذكرى هاي الظل يذكر التاريخ واحنا نكتب اسمنا عند عبرة كم ملك من آل أمية ومن بن العباس ذكره وحين للعباس يضمر قلب شرب هدم قبره ينكسح تاجه وعرشه وفوق راسه يطيح قصره مرت الادوار وعبر نحصيها كل واحد بنيته الذي ينويها ان كان يحفر بير يوقع بيها اعمل قلب يحفرها ويرد ليها سطرات ابو فاضلي ضيع دربه واهيمين تفكير ينسى التقادير بيده وفار بير لن وقع ويصير قبره الشرير شيا في الظلم بين ذي بحراعية بارك الله بيك أراد عباس دور تاريخ منصور ويا اخواني راح نخلص ماكو ابيات لحد يقوم انا ما ارضى هذا العباس عليه وكل عليه هو يعرف تكليفه وياه ها يحطمه ترى العباس شويه انت استعبت ولو تاخذ لك غفوه هنا ما يخالف يم وين احسن من هالمكان اكو بس البيت هذا ترى بيتين وجن دمعه صغيره كربلاء خل نجي العباس من اجل زينب يقابل اسمع كربلاء خل نجي العباس من اجل زينب يقابل قبال اخته جن عباس بصوت يرحد جن زلازل يزيد جندها جحافل بالمطامع هالاراذل المعركة موت وحياة نخوضها وهاليوم فاصل معركة بين الفضائل يا اختي وبين الرذائل للعصور الصاعدة تاريخ خيش بالمحافل يتكرر اسمي يا اختي كل جيل الجيل يتكرر اسمي يا اختي كل جيل الجيل درس الاجيال وتعيد بتبجيل وتسجل بقلوبها والتسجيل يتكرر بتكبير قدسي وتهليل كل طاغية يرمي بحجر من سجيل حفلة حارب عباس تاريخية حفلة حارب عباس تاريخية وسويت العباس تنذاع الناس دينية اسلامية انسانية ارات ابو سيل بطل شارات عصرك الدور تاريخ منصور كل عصرك الدور تاريخ
أغاتي. أنا أود من أهل الموكب والإخوان كلهم إذا أمكن نختم هنا وقت ما أكون ناس نعسانة وتعبانين، كما أنا أقدر أروح للنجف وأدي بالشامية باكر موكب، فكيفكم؟ إذا أنا ما عندي مانع، لكن أشوف يعني راح نختم أدبي الفضل العباس، ونعتذر من أخيه الحسين عليه السلام، وهو هو يعتذر، هو الوسيط. شو تقولون؟ ها؟ أيش تروحون؟ أنا ما كيفكم، كيف؟ كربلاء خنج العباس من اجل زينب قابل قبال اختك جنه وصاحب صوت يرعد جلزلات يزيد جندها جحافل بالمطامع هالاراذل المعركة موت وحياة نخوضها وهاليوم فاصل معركة بين الفضائل يختي وبين الرذائل للعصور الصاعدة التاريخ خيش بالمحافل يتكرر اسمي يختك الجيل الجيل درس الأجيال وتعيد بتجديل وتسجل بقلوبها والتسجيل يتكرر بتكرير قدسي وتهليل كل طاغية يرمي بحجر من سجيل حفلة حروب عباس تاريخية حفلة حروب عباس تاريخية وثورة العباس تنذاح الناس ثورة العباس تنذاح الناس ديني يا إسلامي يا إنساني تاريخ منصور ويالو ومية سطريته يسمع العباس اغته تحدث وسيفه بيمينه يسمع العباس اغته تحدث وسيفه بيمينه اخت زينب قلب بين ضلوعه والمايل بعينه شافته تغير وثور نار يتقادح جبينه نادته سالم ودايم حسن يا حامل ضعينه نادته سالم ودايم حسن يا حامل ضعينه نادت يا عباس أسدنا نادت يا عباس أسد أخويا أسولي في الأكباد نادت من شيني ترضى بالمد نادى من شيني ترضى بالمد نادى عن حياتك خويا قصلك قصة يا المحد يجيدك عن حياتك قصة قصلك عن حياتك خويا قصلك قصة يا المحد يجيدك ولدتك امك وجابوك ويبو اليمة عضيدك حطكم بحضنة ويشم قام والدي بجيدة وجيدك تمغطت انت ولا القماط قطعته وطلعت ايدك خويا وقوي ميت
لا جفوفك تشمرين ويا وقيمة لا جفوفك تشمرين دار ابوك وحبيرك ويا زيمت لجفوك ومن رادات امك خويا يتقمطير خويا وقيمت لجفوك لا تشتي فيه النادى ابوك وشامل ويا وقيم دلا شوف بحضن حط حسيا وانت شالك وضمك لصدرة يحب جفوفك ابوك ولابو اليمة يحب صدره وعامتك خويا اللي يحبها والدي ويجذب الحسرة وحين والدتك يا عباس شافت صرخة بعبر يسي باب لابني ما تحب خدودك يسي باب لاب يلا ما تحب يلا وياهم اشيسي باب لابني ما تحب خدودك اوشيسي باب يا حدار تحب جنودك سيباب لابني ما على وليدي قلب انكسر يا عوداشيس آه يا علي تقل له ضمتني وخاطري على ابني كسرته لمن شفتك للحسين تحبه وتشمه برقبته لمن شفتك للحسين تحبه وتشم برقبة ابني صير لولا وتحب يمناه ويسرته وش السبب حامته تحبها وما تحب بوجنته شو السبب حامته تحبها وما تحب ابني بوجنته وش السبب تبكي يا علي وتجري العين شو السبب تبكي يا علي وتجري العين شو السبب تبكي يا علي وتجري العين وشي سبب فرحان اشوف انك هالحيجي سبب تبجي يا علي وتجري العين لكن احجي لي يا علي علي جفيش سبب تبجي يا علي وعن هامته وفدوى لاعد راس حزين السباب تبكي يا علي اه ردود شالك بيد حيدر هاي السالفة الزينة بالام ردود شالك بيد حيدر وحطك النوب على قلبه مسح راسك خويا واشتم هامتك وازداد نحبه وحبك بعينك اليمنى وحبك بعينك اليمنى ودمع فوق الخد يسجب قالي لها يا ام عباس بشرج عباس
اشقر اليله ويا عباس اشقالي لي يا عباس مجريت عباس نوكا لا جلابون يما بكربالة تكتل الناس علي لا يا معا قالت له مبارك يا حدر لا باس قالي لا عباس قالها يوم لا بالغاضرية يعطش حسين ورضيعة والحرم والفاطمية يعطش حسين ورضيعة والحرم والفاطمية يعتني بالجرب عباس يجيب لحسين الامي لاجيني القوم اللي جربت يشقوها لا اجيني القوم اللي جربت يشقوها وشفوا يا امي اللي مشرع يقطعوا وهلا اجيني القوم اللي جربت يشقوها وبيل سهم عيني وليدي تشيط فوالا جيني القوم لجيب تايشيكو وبيل عماد ابنك حامي تايفضخو وهلا جيني القوم لجيب واويلي واويلا يا واويلا يا عباس وحين سمعت امك الحرة النبيلة هل هلت خويا بوجهك وهنت الحامي دخيل وحبت جفوفك يا عباس بفرح والمدمع تسيل وقبلت عينتك وشمت هامتك خويا الجليلة قامت تناغيك قامت تناغيك وتهله لأمك قامت تناغيك وتهله لأمك قامت تناغيك وتهله لأمك وتقل لك فد حسين اخوك بدمك امتينا وهذه يا اخويا كربلاء وما تهمك امتينا غيك وتهالي لامك وذاك الحسين وحدها يخيمك امتنا غي ام قامت تقول لها هذا يومك هذا الوصاف جي اعطيك وسع وقتك وذاك الحسين وحدها يخيمك امتنا الحرم كلها تصيح باسمه
ما تناغيك وتي وعايا نازي انا بحانا خيتك يمك امات بلازم الله جيت من الوطن وبلازمك ما بعد وصيك واثيرا عزمك الله الله بخوك حسيا وعيال الغريب. نعطيكم مسألات لناكة. اشكر الله.